تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مرحبا مرحبا. اذا احبائي مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. انا حبيت نهضر مع العروسه هذه اللي راهي جايبه معها باقه من الورد. واسمك بنتي؟ دورصاف دارين. دورصاف دارين، كيف تحبين نعيطوا لك؟ دورصاف. دورصاف الله يبارك. وين تسكني بنتي؟ ولايه سطيف بلديه القطايه. في سطيف، خيار سطيف العالي. وش هو هذا؟ وش عندك بنتي؟ نوار. لمن؟ لعمو يزيد. اوه الله يبارك، بوسني بنتي الله يبارك. إذن دورصاف جابت باقة من الورد لعمو يزيد، أعطونا تصفيق عليها، أعطونا تصفيق عليها. شكرا. إحنا نحطوه هنا في هذا المكان، هذا يبقى هنا. جميل 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 جدا جدا جدا. شكرا بنتي، وتحية لكل الناس سطيف وكل الناس اللي يشوفوا فينا. شكرا بنتي، شكرا. هذا شيء مؤثر، سي تري توشون. هذيك صحة بنتي. أحبائي في بداية كل حصة على بالكم بلي تقدروا ترسلوا عمو يزيد عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات، وعمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا. وهذا الرسائل شكون يجيبهم لنا؟ ساعي ساعي البريد. إذا استقبلوا معايا أصغر ساعي البريد صهيب. تعال صهيب، تعال تعال ولدي، تعال. مرحبا صهيب، واش راك وليدي؟ لاباس. لاباس؟ جبت لنا البريد اليوم؟ نعم. اوه كاين شويه. جميل جميل جميل. اذا صهيب يخلي لنا البريد في علبه البريد باش عمو يزيد يعاود يقراه لكم. حنا نقولوا للاطفال يقدروا يرسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار اراء وملاحظات، وحنا نعتز بالاراء نتاعكم بالملاحظات نتاعكم بالرسائل نتاعكم. مع السلامه يا اطفال. مع السلامه صهيب، مع السلامه. أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا، هو اليوم العالمي لداء سرطان الأطفال. أحبائي على بالكم بلي مرض السرطان هو مرض خبيث، في كل سنة يتوفوا ناس بزاف بهذا المرض، وخاصة كاين أطفال، كاين أطفال. احنا دائما 15 فبراير نتوقفوا، العالم كله يتوقف تضامنا مع الأطفال مرضى السرطان باش يديروا حوصلة وين وصلوا في الأبحاث، وين وصلوا في العلاج. احنا لازم نتضامنوا معهم. اذا زياره المرضى في المستشفيات لازم، على بالكم بلي المريض بالمرات كيكون في المستشفى زياره بسيطه وابتسامه بسيطه تخفف عليه جدا جدا جدا. في بدايه كل حصه نطرح عليكم لغز ولا سؤال، تحبوا الالغاز ولا تحبوا الهدايا اكثر؟ الهدايا. لغز اليوم هو سهل وصعب في نفس الوقت. عدد ولايات الجزائر تعرفوها كم؟ 48 ولاية. في يوم ما كبرت الجزائر وانتقلت من عدد إلى 48، كم هذاك العدد؟ إذا أحبائي جاكم صعيب شوية، معلش فكروا لغاية نهاية الحصة على بالي حنسيبوه انتوما وأصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا. ودركا واش رايكم نروحوا نكتشفوا شخصية من علماء المسلمين مع بسمة وشخصية البيروني. يلا تفضلي يا أسماء. يلا بسمة تفضلي بنتي، تفضلي. تحية تحية بسمة. شخصية اليوم هي أبو ريحان البيروني. هو أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني، عالم مسلم ورحالة وفيلسوف وجغرافي وفلكي وصيدلي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم لثقافات الهند. وتم وصفه بأنه من أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية. ولد في ضاحية من ضواحي خوارزم في 5 سبتمبر سنة 973 ميلادي. هو أول من تكلم بدوران الأرض حول محورها وعاصر ابن سينا. ألف البيروني كتباً في الفلك والرياضيات، وصلت إلى 95 كتاباً
من مجموعة 146 كتابا له. واحتوت مؤلفاته القواعد الأساسية التي تم الاعتماد عليها في العصر الحديث، كما كتب العديد من التعليقات بخصوص علم الفلك، إذ تكلم عن دوران الأرض حول نفسها، كما فسر ظاهرتي الكسوف والخسوف. في الفيزياء تكلم البيروني عن سرعة الضوء وبأنها أكبر من سرعة الصوت، وقام بالكثير من التجارب في الفيزياء، وتكلم أيضاً عن كثافة العديد من المعادن، ومنها الذهب والنحاس والفضة والحديد والزئبق. من إنجازات البيروني في الجغرافيا أنه رسم خطوط الطول والعرض، كما وضع أيضاً نظرية لقياس نصف قطر الأرض مع حساب محيط، وتوفي في 9 سبتمبر 1048 ميلادي. شكراً 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 بسمة، شكراً شكراً بنتي، شكراً شكراً شكراً. إذن أحبائي، نعتز بكل علماء العالم الإسلامي وكذلك علماء الجزائر ثاني. في هذه السنة هذه راح نكتشفوا عدة علماء، ناخذ نبدأ عن حياتهم بكامل. عبركم على شيء أحبائي، حتى أنتم غدوة ثاني تصيروا علماء كذلك. عبركم لطريق العلم، طريق العلم طريق جميل، طلب العلم جميل، اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. برافو 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 أحبائي. قبيلا كنا تكلمنا على مرض السرطان والأمراض وكامل، كاين حاجة لازم يديرها الإنسان باش ما يمرضش، كاين حاجة يديرها. كيفاش لازم يأكل؟ نجاوبكم. تعالي بنتي، روحي. واسمك بنتي؟ ريحان. ريحان، وين تسكني ريحان؟ في العاشور. واش لازم يدير الإنسان؟ لازم ياكل بزاف. ياكل بزاف. برافو، باينه تحبي تاكلي بزاف، باينه. شكون اللي عنده فكره؟ تعالي بنتي روحي، تعالي. واسمك بنتي؟ ايه. وين تسكني ايه؟ في زيرالدا. خير الناس. واش لازم يدير الانسان؟ ياكل بنظام وبنظام. برافو. تعال وليدي، تعال. واسمك؟ عبد الرحمن عميرة. عبد الرحمن، واش لازم يدير الانسان باش ما يمرضش؟ لازم ياكل بنتظام ولا يكثر من الطعام. ولا يكثر من الاكل. شكون تعالي بنتي، اروحي الشطره. واسمك بنتي؟ ليليا. وين تسكني ليليا؟ في ريبا. الله يبارك. شحال في عمرك؟ خمس سنين. 5 سنين. رايمه راح تدخلي هذا العام؟ الله يبارك. واش لازم يدير الانسان؟ لازم يغسل يديه. يغسل يديه، برافو. ولكن في الاكل واش لازم يدير؟ تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ رانا. وين تسكني رانا؟ عيناج. الله يبارك. شحال في عمرك؟ 11 سنه. واش لازم يدير الانسان؟ لازم ياكل الخضر. ياكل الخضر، يعني يكون. تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ نسمة. وين تسكني نسمة؟ في الريبة. ريبة أختك هذه؟ الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 8 سنين. واش لازم يدير الإنسان؟ يأكل الأكل الصحي. أكل صحي، برافو. عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها توازن الغذاء خير من الدواء. إذن تغنوا كامل معايا توازن الغذاء خير من الدواء، يلا. توازن الغذاء خير من الدواء، توازن الغذاء خير من الدواء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء. توازن الغذاء خير من الدواء، توازن الغذاء خير من الدواء، وخيره فاكهة وخضرة وشربة من ماء، فاكهة وخضرة وشربة من ماء، وللحليب دوره في قوة الأعضاء، وللحليب دوره في قوة الأعضاء. فاكهة وخضرة وشربة من ماء، فاكهة وخضرة
وشربة من ماء. وللحليب دوره في قوة الأعضاء، وللحليب دوره في قوة الأعضاء. توازن الغذاء خير من الدواء، توازن الغذاء خير من الدواء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء. والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء، والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء. إن الغذاء نعمة من خالق معطاء، إن الغذاء نعمة من خالق معطاء. والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء، والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء. إن الغذاء نعمة من خالق معطاء، إن الغذاء نعمة من خالق معطاء. توازن الغذاء خير من الدواء، توازن الغذاء خير من الدواء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء. برافو 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 برافو. إذن أحبائي، توازن الغذاء خير من الدواء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء. إذن الإنسان لازم أكله يكون طبيعي من الأحسن يا أخي أحبائي. إذن الخضر والفواكه، على بالي الأطفال الصغار بالمرات ما يحبوش يأكلوا الخضر، ما يحبوش، ما نحبش هذه ما نحبش هذه، ولكن لازم تعودوا نفوسكم عليها يا أخي. أحبائي أحبائي، تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن يلا كامل نروح نكتشفوا اليوم عمو جوجو اللي جانا من مدينة واد سوف. تحية تحية لعمو جوجو، تفضل تفضل. إذن تحية تحية لعمو جوجو اللي جانا من مدينة واد سوف، تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم يا أطفال. رح نلعبوا لعبة إشارات إشارات المرور. عندنا لهنا ثلاثة كرات. تعرفوا إشارات المرور؟ إشارات المرور عندنا اللون الأول هو اللون أخضر. اللون الأخضر وش يعني في إشارة المرور؟ جوزو يعني نسير. اللون الأخضر حط اللون الأخضر الأول. اللون الثاني وش يعني في إشارة المرور؟ الأصفر. وش يعني في إشارة المرور؟ يعني نتمهل، يعني نتمهل. واللون الأحمر نتوقف. لهنا أصدقاء الأطفال وش حطينا؟ اللون الأول أصفر، واللون الثاني أصفر، واللون الأخير أحمر. رح دير كيما هكا، رح تبدل. عندنا اللون الأول، وإحنا وش حطينا؟ اللون الأول أخضر، واللون الثاني أصفر، واللون الأخير أصفر. أعطونا تصفيق. شكرا. إذن أحبائي شكرا لعمو جوجو اللي جانا من مدينة واد سوف. الآن رح نمروا الفقرة، أضفناها فقرة جديدة في الموسم الرابع، أضفناها في الموسم الرابع، هي فقرة هل تعلم. راح نكتشفوا معلومة جديدة مع ياسمين. إذن تحية تحية لياسمين، تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن للورد أكثر من 100,000 نوع وصف؟ برافو برافو، شكرا 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 ياسمين، شكرا 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 بنتي. إذن أحبائي في فقرة هل تعلم، في كل مرة نكتشفوا معلومة. اليوم عرفنا باللي للورد زهور أكثر من 100,000 نوع وصنف. إذن سبحان الله خالق هذا الكون. أحبائي تحبوا الحكايات؟ عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية الضفدعة والغزالة، يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم رح نحكي لكم اليوم حكاية فيها إن شاء الله عبرة وحكمة. هي حكاية الضفدعة والغزالة. في واحد الغابة
كانت واحد الضفدعة كانت هكذا قاعدة، بعد مرت عليها غزالة شفت فيها قالت لها أنت سريعة وتمشي بسرعة وجميلة وربي يعطيك بزاف حوايج، وانا لا وانا ما عندي والو، وانا ما نجريش كيما انت، انا مانيش سريعه كيما انت. وكامل الغزاله هذيك تفاجات، تتهضر مع الضفدعة قالت لها لا قالت لها ربي سبحانه كي خلق الحيوان وخلق الانسان وكامل كل واحد عطى له خاصيه ديالو، كل واحد عطى له حكمه في خلقه. يعني قالت لها كيفاش؟ قالت لها كاين ناس اللي ابطا منك، انت ما تشوفيش غير الفوق، يعني تشوفي في الغزاله والحصان والنمر وكامل اللي يجروا اكثر منك وكامل، ولكن كاين حيوانات بطيئه عليك. قالت لها وراه ما نعرفهمش انايا. بعد راحت الغزاله هكذا، ومن بعد قعدت هكذا الضفدعة تشوف، قالت لي انا بطيئه وكذا. من بعد قعد يتكلم معها واحد الحلزون، حلزون انا نسكرقوا في الارض، يقول لها ضفدعة تحوس عليه وين راه هكذا. قالت لها سمعتك تهضري مع الغزاله. قال لها شوفي فيا انا كيفاش ربي سبحانه كي خلقني هكذا نسحف مع الارض نمشي غير بالعقل وحامد الله سبحانه وتعالى. قال لها سمعتك تهضري مع الغزاله وتقولي لها انا بطيئه وكامل. قال لها ايوا كان جبتي كيما انا. قال لها انا كيما انا هكذا وربي سبحانه داير حكمه كي خلقني هكذا. عمو يزيد استخلص من حكايه تاع اليوم انه لا يجب النظر الى الفوق فقط. برافو 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 برافو. تصفيق على بوبي. احبائي في الحياه نتاعنا تاع كل يوم الانسان لازم دائما يرضى بالقسمه نتاعو، لانه القسمه نتاعك هذيك هي، لانه الانسان حقيقه يقدر يتجاوز ويطلع في السلم كامل بالعمل نتاعو، ولكن ما لازمش تقول لا وانا ما نقدرش وانا ما عنديش وانا ما عطاوليش وانا كذا. يعني ما لازمش الانسان يكون يأس، لازم دائما تكون متفائل في الدنيا يا اخي احبائي. يلا معي. اذا احبائي كما قلت لكم الانسان دائما لازم يرضى بالقسمه ديالو. واش رايكم دركا؟ انا كاين واحد الركن نحبو بزاف هو الركن اللي تجوا لهنا تحكوا لي النكت تاعكم. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ نكته جميله، تعالي بنتي روحي. واش اسمك بنتي؟ آية. وين تسكني آية؟ في زيرالدا. خيار الناس الله يبارك. حكينا لك تاعك بنتي. كاين واحد النهار زوج إخوان، واحد يخدم في الدرك الوطني واحد حفاف. واحد الخطرة قال يماه نوضيني بكري، هذاك اللي يخدم في الحفاف قال يماه نوضيني بكري، بعد ذاك غدوة نوضاتو بكري وهو نسى لبس لباس تاع الدرك الوطني، شاف المرايا قال يماه هيه باش تنوضني انا نوضت خويا. برافو 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 بنتي برافو برافو. تعال 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 اقعد. واسمك وليدي؟ بوجرد. امين. امين وين تسكن امين؟ في شلف. خيار الناس تحياتنا لكل سكان ولايه شلف. كيف نكتة تاعك وليدي؟ قال لك ذاود المرة النملو بغا تدير عرس راح تلف، قلت له سلف لشرطك. شرطك قال لها كيف بالك تعرضه لي. وش قلت له؟ سلف لي؟ شرطك قال لها كيف بالك تعرضه لي. الشرط. برافو برافو. عم تروح لبحة. لحقنا دركا الركن الرسائل اللي جابهم لنا مقبل ساعي البريد سهيب. إذا البوبي عطينا رسائل أحبائنا الأطفال باش نقراوهم هنا، وانتم يا احبائي الى حبيتوا ترسلوا عمو يزيد باش يقرا الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا بوبي. تحيه البوبي. اذا الرساله الاولى من عند غناي رامي من مدينه باتنا، تحياتنا لسكان مدينه باتنا. قال لكم في الرساله: شكرا عمو يزيد على هذا البرنامج الجميل لأنه يسليني كثيرا، أتمنى أن تأتي لولاية باتنا. إذن غنى يا رامي 11 سنة من باتنا ولدي، إن شاء الله نزورك في أقرب وقت، وهذا وعد أني وعدتكم ونجيكم إن شاء الله مدينة باتنا في أقرب وقت. الرسالة الموالية: زوين جمانة من مدينة إليزي أقصى الجنوب 8 سنوات،
قالت لكم سلام عمو يزيد، أنا جمانة زوين، أحب حصتك كثيرا وأود المشاركة معك، أنا وأخي زوين مهدي البالغ من العمر 4 سنوات، أنتظر ردك وشكرا. إذن جمانة بنتي زوين بالطبع راح نكلموك باش تجي تشاركي معنا في حصة مع عمو يزيد، أنت وخوك صغير إن شاء الله. الرسالة الموالية، جابو محمد، مدينة نصيغة، ولاية الواد، واتسوف، تحياتنا لكل سكان الجنوب ومدينة واتسوف، قال لكم حصة رائعة وأتمنى لها التوفيق. إذن جابو محمد ولدي عندك صحة على المراسلة. وعباكم جابو محمد شحال في عمره؟ 34 سنة. إذن أصدقاء حصة عمو يزيد مش شرط أنهم يكونوا أطفال، أصدقائنا الأطفال والكبار نحن أصدقاء الجميع. إذن 34 سنة محمد جابو من مدينة ولاية واتسوف، شكرا على المراسلة. قاسمي رحيل، 6 سنوات، مدينة سيدي الأخضر، ولاية عين الدفلة، قدكم نريد نحن الأطفال الإكثار من هذا النوع من البرامج. إذن قاسمي رحيل 6 سنوات، سيدي الأخضر، عين الدفلة، إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق كامل زملائنا باش نكثروا لكم من هذه البرامج هذه الجميلة. الرسالة الموالية، براوي رشا، 10 سنوات، من مدينة الجزائر العاصمة، قلت لكم عمو يزيد أنا أحبك ونموت عليك ونحب البرنامج ديالك كثيرا وكل الأطفال. إذن رشا براوي 10 سنوات حبكم كامل، وعمو يزيد يحبك تالي بنتي، وإن شاء الله ربي يوفقنا باش نوصل لكم كامل كامل كامل. لحقنا دركا للجواب عن اللغز. إذن السؤال اليوم قال، كبرت الجزائر وأصبح عدد ولاياتها 48 ولاية، شحال كانت مقبل؟ تعال تعال وليدي، واسمك؟ عبد الرحمن. وين تسكن عبد الرحمن؟ في العاشر. في العاشر، الله يبارك، الجزائر العاصمة. نعم. شحال كانت عدد الولايات مقبل؟ 30. لا ماشي 30. تعالي بنتي دقيقة بنتي، تفكرتي خلاص. الله يبارك، واسمك بنتي؟ أماني. أماني، وين تسكني أماني؟ بودواو. في بودواو، والله يبارك خيار الناس. إذن شحال كان عدد ولايات مقبل؟ 36. لا 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 بنتي، لا ماشي 36. تعالي بنتي تعالي، واسمك بنتي؟ ليليا. شحال كان عدد ولايات؟ 6. لا تعالي بنتي ارواحي، ماشي 6، كانوا اكثر شويه من 6. تعالي بنتي، عاودي ذكرنا باسمك. شاطره؟ ايا. وين تسكني ايا؟ زيرالدا. في زيرالدا. الكاميرا هكذا باش تكوني شابه. شحال كان عدد ولايات مقبل؟ 31 ولاية. ومقبل ما يكون 31 شحال كانوا عدد ولايات الجزائر؟ واعره شويه هذه، قولي لي ارواحي بنتي. واسمك؟ ارواحي منا، ارواحي منا. واسمك بنتي؟ وصال. شحال كانوا مقبل؟ 6. لا ماشي 6، كانوا اكثر من 6 شويه. تعال، هو الجواب خلاص راه وعدنا برك. هذه لي كانوا 13. لا ماكش بعيد، ماشي 13. تعالي بنتي روحي منا، واسمك؟ فرح. وشي، وين تسكني فرح؟ في الريبة. شحال كانوا مقبل؟ 7. لا ماشي 7، كانوا الضعف تاع 7 وزيدوا لها شويه. تعال 16. شحال؟ 16. لا تعالي 15. برافو بنتي، برافو، ما كانش هذا هو السؤال. 15. وتقدروا زعما تقولوا لي في اي سنه صبحوا 31؟ واعره معليش، هذه نجاوب عليها على اروح. تعال اروح، بالك على بالك. واسمك؟ اسمي ايمن فارس. ايمن فارس، وانت تحبي يعيطوا لك ايمن ولا فارس؟ ايمن فارس. في زوج. في اي سنه صبحوا 15 ولايه؟ صبحوا 31، يعني مرت من 15 ل 31. موسم بازبين. وقتاش؟ 1974. برافو عمو يزيد قالها له. هذه انا قلتها له. اذا احبائي، عدد ولايات الجزائر
من الاستقلال حتى لسنة 74 كانوا 15 ولاية، ومن بعد في سنة 74 صبحوا 31 ولاية. إذا أعطي الهدية تاعها الشطرة، أعطي الهدية تاعها. شكرا شكرا. إذا بنتي بما أنك شطرة، شركة شيبس مهبول تهدي لك هدية شطارتك بنتي، إن شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي. العفو العفو العفو. أحبائي في كل حصة نستقبل طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده بحصة عمو يزيد. اليوم عندنا عيد ميلاد محاد وصال 9 سنوات من مدينة البويرة. تعالي بنتي، تعالي تعالي وصال، أروحي وصال. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله، وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو برافو. تصفيقة تصفيقة. إذن وصال عمو يزيد يشعل لك الشمعة، وحنا رايح نديرو معها العد التنازلي. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. طفي الشمعة. برافو 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 برافو. إذن بنتي وصال محاد وصال، هذه شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كامل يا أحبائي كامل راح تتلقاو شهادة كما هذه تحتفظوا بها كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد. يا أخي وكما وعدناك بنتي ورسلتينا بخمس قسيمات من علب حليب رامي، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد، يعطيك هدية عيد ميلادك. إذا وأنا مبقالي إلى نقولكم ابقوا على خير، سنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أنا اسمي دورصاف، جيت من سطيف،
جيت لحصة عمو يزيد ونشكر عمو يزيد. عيطونا في حصة عمو يزيد ونشكر عمو يزيد. سجلنا في الموقع تاع عمو يزيد واستدعونا اليوم ورانا متواجدين اليوم في البلاطو في بلاطو التسجيل ونشكره جزيل الشكر على المجهودات اللي راه يبذلها في سبيل إسعاد البراءة ويعطيكم الصحة. جيت لعمو يزيد ونشكر عمو يزيد. قالوا هلموا إلينا الضم مع عمو يزيد.